بكم مشاهدينا الكرام في حصتكم يور تاتش باي ليلي. الوغ اليوم جينا نهضروا في سوجي جديد في عدد جديد اللي هو المكياج. دونك نهضروا على المكياج، نهضروا على المكياج انفيتي ولا المكياج دو لا ماري، يعني مكياج العروس. دونك اللي راه طوندونس دروك اون 2024 هذاك المكياج الثقيل وداك المكياج شارجي اللي فيه غليتر وكاع. نو سي بون، دروك رانا كيما نقولوا طورنا، رانا في طوندونس جديده واللي هي المكياج كلير، المكياج اللي يناسب ملامح لا كليونت ولا ملامح العروس. دونك اليوم راح نشوفوا معنا انواع المكياج وكل وحده واش يجي عليها. دونك بالنسبه للمكياج، المكياج عنده دي تكنيك، يعني ماشي كل مكياج تشوفوه ولا تشوفوا صوره هكا في لي ريزو سوسيو ولا تقولي اه هذا المكياج يجيني. نو باغ كونطخ كل وحده ملامح الفيزاج تاعها، يعني كاين اللي وجهها بيضاوي، كاين اللي وجهها ما يكونش معمر بزاف، كاين تكون وثاني اختلاف يكون في العينين، يعني كاين اللي يكون عندها عيون مبطنه، عيون لوزيه، لعينيها كبار لعينيها صغار، كاين اللي تكون العينين تاعها زعما يكونوا داخلين شويه في الفيزاج، كاين اللي عينيها يكونوا خارجين شويه. تسمى حنا بالمكياج غادي نسيو نديرو نحسنوا من كيما نقولوا المظهر الانثوي تاع لا كليونت تاعنا. دونك بالنسبه باغ اكزومبل اللي يكون عندها العيون المبطنه، مش هي اللي راح يجيها نفس المكياج كيما وحده عينيها يكونوا كبار. حاجه واحده اخرى اللي غادي نطرقوا ليها اللي هي الكحل. دونك كيما باغ اكزومبل وحده يكونوا عينيها كبار اوتوماتيكمون راح نخدموا بالكحول باش نصغروا لها العينين تاعها. وكاين اللي تبغي دير الكحول تقول لك انا جي عينيا بصح عينيها صغار، دونك انا البيت في هذا المكياج راح نخدموا لها انه نخرج كيما نقولوا نخرج الملامح هذيك تاع الانثويه تاعك، يعني نبرز الجمال، ما رانيش انا رايحه عينيك صغار ونزيد ندير لك الكحول. باغ كونطخ لازم كيما نقولوا يكون المكياج متقاد مع ملامح الفيزاج تاعك باش يخرج لك شباب. اوكي دونك بالنسبه كيما قلت لكم العينيه كبار لازم تكون عندها الكحول باش كيما نقولوا نحدوا هذوك العينين يقولوا يبانوا صغار، واللي يكونوا عينيها صغار باغ كونطخ انا نروحوا نديروا كحول ولكن ما يكونش نوار، يكون بيج، يكون بلون باش نفتحوا العين، يعني نديروا فتحه للعين عين يزيدوا يبانوا كبار. حنايا اوتوماتيكمون كون ماكياج رايحه نفتح لها عينيها باش تبان اولي اللي كانت صغيره تبدي تبان كبيره ومحلوله. وحاجه واحده اخرى تاني اللي هي لو كونتور اللي هو اوبليغاتوار في الماكياج. دونك الكونتور هو ابراز كيما نقولوا عدم العظمه تاع الوجه، يعني باغ اكزومبل وحده يكون وجهها مدور يعني تكون معمره اوتوماتيكمون حنا كي رايحين نخدموا ما غاديش نخلو الفيزاج يبان مدور، يبان كبير، ما يبانش متراسي، ما يبانش محدد كيما رانا نشوفوا دركا كاع كي نشوفوا المكياج ولا نشوفوا بيان تراسي افيك ان برونزور اي تو. دونك حنا رايحين نخدموا التحديد هذاك بالكونتور وكل وحده والملامح تاعها. يعني كيما نهضروا على لو ني، كاين اللي دي فوا لو ني تاعها يكون عريض يكون كبير نيفها، اوتوماتيكو راح نديروا كونتور باش نصغروه لها ونعطوه هذيك الرفعه صغيره، يعني الارنبه تاع الانف صغيره. وكيما كاين اللي ما يكونش عندها لي بوميت متراسين لي جو، حنا اوتوماتيكمون كي رايحين نخدموا بالكونتور رايحين نبرزو هذوك الخدود، رايحين نبرزوهم. اللي ما يكونش عندها الفك تاعها متراسي رايحين نخدمو بالكونتور ونطراسو لها. اللي تكون الجبهه تاعها عريضه رايحين نصغرو منها بالكونتور. اوكي وما ننسوش كي نديرو الكونتور لازم الهايلايتر. هايلايتر كيما نقولو هو يعطيك هذيك اللمعه في الفيزاج، يعني يعطيك هذيك لا فريشور في الفيزاج اللي هو اوبليغاتوار في الماكياج باش ما يبانش الماكياج بزاف كيما نقولوا حنا مترب ولا ترابي بزاف ولا. دونك هو راح يعطيك اللمعه في الفيزاج ويفيني لا كامل الخدمه. وما ننسوش الحاجه اللي اهم من هادو كامل، كي نكملوا الماكياج نديروا لو فيكساتور اللي هو راح يشد لك الماكياج تاعك قريب 24 ساعه. فوالا سي اوبليغاتوار بعد ما نكملوا كامل لي زيتاب تاع الماكياج. دونك مشاهدينا الكرام غادي دروك نروحوا نشوفوا لا تكنيك تاع هذا الماكياج ونعاود نولي لكم. دونك الحاجه الاولى اللي رايحين نديروها نمشطوا لي سورسيل تاعنا بالجيل سورسيل ونطلعوهم للفوق. بعدها رايحين نشدو كريون ا سورسيل ولا جيل ا سورسيل كيما نخدمت لها هنايا بجيل ا سورسيل ورسمت لها شعره بشعره في حجبها. بعدها راح نظفت الحاجب بالانتي سير ودرت لها في كامل لا بوبيير تاعها، درت اون باز باش يخرج لي فغا بوبيير شباب لا كولور تخرج نقيه.
ومن بعدها خيرت اللون يكون كلير انتقالي نديروه. وهنا يا راني ندمج في اللون كما راكم تشوفوا هنا يا راني في اللون في الكورنر اوف ايس ندير ان كولور بلو فونسي. دركا راني نحدد في الكات كريس وبعدها لصقنا لي فوسيل كما راكم تشوفوا. درت لها اون كريم هيدراتانت دروك راني ندير في البرايمر باش نغلق كامل هذوك المسامات. ومن بعدها ابليكيت الفون دو تان درت الكونتور درت لها الانتي سيرن باش نتراسيها الملامح تاع لو فيزاج تاعها. وزدت درت لها ثاني الفراجو ليكيد كما راكم تشوفوا. دابا غادي بالبيوتي بلندر نروح نتابوتي على كامل لو فيزاج باش ندمج ونحدد ملامح الوجه. هذا هو اللوك الاخير اللي كملنا بعد ما درنا الروج ليف ودرنا الفيكساتور. فوالا كيفاش خرجت معنا الموديل. دونك مشاهدينا الكرام هذا هو المكياج اللي خدمناه اليوم. جيسبر يكون عجبكم ويكون تعلمتوا منه في التشريع كيف كو تكنيك. دونك غادي نروحوا نشوفوا بعض النصائح اللي لازم على كل وحده تكون رايحه تخدم المكياج واكسسوا يكون شارجي ولا مكياج ليجي واش لازم دير وكيفاش راح تحضر وجهها من قبل. دونك الحاجه الاولى عندكم تكونوا دايرين ان سوان دو فيزاج ولا ان هيدرا فاسيال افون 4 جوغ باش ينحي لكم كامل الشوائب اللي تكون متواجده على سطح البشره تاعكم باش المكياج يخرج لكم نقي. حاجه ثانيه اللي هي مهمه جدا الترطيب، يعني لازم الترطيب للبشره تاعك باش كي ديري المكياج ما يخرجلكش فيه القشور وما يخرجش كيما نقولوا مكياج مترب. فوالا يكون المكياج ليس وشباب. الحاجه الثالثه اللي نقدر ننصحكم بها ثاني ما ديروش ليبيلاسيون تاعكم افون دو جوغ ولا يعني لازم او مينيموم كيما قلت لكم 3 جوغ. علاش؟ باسكو كاين تكون بشرة تاعها حساسه يعني كي راح دير ليبيلاسيون قادر تنوض لها ديطاش قادر دير لها لاكني يعني دير لها واحد الحبوب. نصيحه اخرى اللي نمدها لكم وهي اخر نصيحه، يعني بعد ما ديروا المكياج تاعكم يعني اوتوماتيكمون راح نديروا مكياج باش تفوتقدوا به هذيك 6 سوايع ولا 7 سوايع اللي تكونوا في العرس ولا تكونوا في حفله ولا غادي يكون مكياج ثقيل. دونك حاجه اوبليغاتوار ما تكملي هذيك الحفله اللي تكون عندك ولا لازم ديري ماكياج وديري الروتين سكين كير تاعك باش تنقي البشره تاعك وتخليها تعاود تتنفس. اوتوماتيكمون غادي كي تكوني دايره هذاك المكياج يكون فيه بزاف يعني راح تكون شحال من طبقه تاع مكياج غادي البشرة تاعك ما تتنفسش. ديجا نكونو دايرين برايمر ودايرين المسامات يعني راح تكون مغلوقة، لازم عليك تعاودي تنقي البشرة تاعك ديماكيي
وديري سكين كير وما ننسوش الترطيب جدا مهم للبشرة. إذا مشاهدينا كان هذا هو موضوعنا لنهار اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وعجبتكم الحلقة. نتلقاو في عدد جديد. سلام.